زال دمك يجري والحياة توقفت. ما زال دمك يجري والحياة توقفت. يا ثورة في كل قلب يا حسين، يا ثورة في كل قلب يا حسين. أنت الذي علمتنا معنى. بالنسبة إلى استعداداتي أنا كرادود في محرم الحرام في سنة 1441 هجرية، كالعادة نقوم بعمليات استعدادات لحنية مطولة لعمل قصيدة بشكل تقبل بالنسبة إلى جمهور المعزين. طبعا جمهور المعزين مختلف الآراء، فنحتاج أن احنا نتعب شوية في إعداد اللحن بشرط أن يتناسب وياهم قدر المستطاع، وبعد أن ما نخرج عن مألوف شرعنة اللحن بشرط أن اللحن يكون أيضا بالمتعارف وبالشكل المناسب لجوهر الإمام الحسين وعزاء الإمام الحسين بهذا الشكل. فاستعداداتنا تكون في البداية شخصية وبعدين نحولها إلى اجتماعات مثل الاجتماع اللي احنا فيه الآن، زين، فنناقش حلاوة اللحن وضبطه مع المعزين، مستويات الإيقاع في هذا اللحن، الشكل المطلوب منا في إخراج القصيدة وجوهر القصيدة. حبك ولا تعنى تصير الروح لك خادم ولا تنهار. حسين انت الضياء لكم من بإقبال شهر محرم الحرام وعاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. رواديد على قدم وساق في تجهيز قصائد محرم من جانب الألحان وتعداد المواضيع والكلمات والتنسيق مع الشعراء. أكثر من اجتماع في أكثر من مكان تجمعنا من أجل التشارك في التحضير وإنتاج أمر يعني أو إنتاج قصائد رسالية مشتركة تحوي أفكار بناءة وهادفة من مبادئ وثورة الإمام الحسين. العيشة وسام الحال سدادك مؤلف طبعا ينصب في تجميع الأفكار. الآن في البداية احنا نتعرض إلى عدة أمور، أولا أمور اجتماعية، فنحاول نسلط الضوء على أي أمر اجتماعي جديد أو نحتاج أن احنا نضيف بعض اللمسات عليه بشرط أن نقنع الجمهور بشكل لطيف، شكل يوصل للقلوب، لعل وعسى أن تتغير هذه الحالات الاجتماعية خصوصا الحالات السلبية. أيضا من ناحية ثانية الحالة الرثائية، طبعا نحاول نصنع قصة جميلة من قصص ثورة الطاف لتكون مبلورة في أسلوب قصائدي جميل. فقدر المستطاع نحاول نقرأ، يعني ضروري الواحد يقرأ بشرط أن يجمع الأفكار. طبعا التلحين والإعداد واختيار المواضيع هو أمر يعني يشكل صعوبة بسبب كثرة المشاركات السابقة، رواديد على 20 سنة على 18 سنة يشاركون، فبالتالي البحث دائما صعب، ولكن الحمد لله بتضافر جهود الرواديد مع بعضهم البعض وإبداء الآراء وكذا، الحمد لله هي الاستعدادات قريبة يعني الجهوزية إن شاء الله. شلون دولة ظالمة لأهل الرسالة، بنو مية شلون دولة ظالمة لأهل الرسالة، بنو مية شلون دولة ظالمة لأهل الرسالة، لكن
القلب اللي فينا يروي دمه بالعدالة. بنمي شلون دولة ظالمة له للرسالة، واحنا من حبك عزمنا يا حسين اظهر هلالة. بنمي شلون دولة ظالمة له للرسالة. حسين لعلاك كذلك المشاركة الواسعة المتوجهة الفعالة في موكب الإمام الحسين عليه السلام، والتركيز على إحياء الدماء لخطاك الوقاء وطنا للغريب. إعداداتنا طبعا هي الإعدادات طبعا تكون بعيدة المدى يعني من شهر وشو، احنا نحاول نجمع الأفكار. طبعا يقترب محرم بعد زيد بعد ثورة كتابة الأشعار وتجهيز القصائد، فيكون الأمر شوي متعب. أنا بالنسبة لي تراد ولكم مؤلف الحالة شوي متعبة، فأنا دائما كالسابق أنا أترك حالي لآخر شيء، لأن يكون أنا في النهاية أنا بألف قصيدتي، فبالتالي أنا أقدر عليها حتى لو بالوقت القريب. ها هو الحسين بعد أقل من شهر سيؤذن فيكم لتقوموا لإحياء هذه الشعائر، فلا تتوانوا عن الحب. يا حسين ليتنا كنا معا. سألت للروادين أولا في تجهيزهم إلى الألحان لا تخرج عن شرعنة اللحن، يعني خل بالك ويا الألحان اللي تكون مطلوبة وفي نفس الوقت تتماشى مع الشرع، لأن هذا مهم جدا. هذه من ناحية التلحين. بعد رسالتي الثانية، حاول أنت كرادود تقرأ عن ثورة الطاف بشرط أنك تتفاعل مع أسلوب القصائدي. الشغلة الثالثة، اطرح بعض المواضيع، لربما انت تحتاج لطرح مواضيع محددة في محرم احنا تكون هادفة، يعني في النهاية مفيدة الى يظل الفكر فينا واليد خادم، فهذه الزت نفسي بها جزم. اما رسالتي لجمهور المعزين، حاول انك تجيب الان شعور حسين. شعور حسين يتطلب منك شنو؟ يتطلب منك تفاني في تقبل القصائد. الرادود ترى يتعب، انت مطلوب منك تتفاعل وفي نفس الوقت مطلوب منك انك لا تنزل من هيبة القصيدة بغض النظر سواء انت تقبلتها او لم تتقبل الحانها. يعني في النهاية ما اعتقد انت ما بتتقبل الكلام، لان الكلام عن الإمام الحسين كقصيد كل الكلام مباح ما دام في الحسين، يعني كل الكلام ممكن. فانت حاول قدر المستطاع خل شعور الحسين معاك، بتعيش جو القصيدة وراح تشوف ان كل القصائد ممتازة، وراح انت تكون تفانيت في خدمة الحسين، والحسين هذا ما حسين خد دمانا تحمله.